السلام عليكم. عندي رياضات أول متوسط تدرب وحال تمرينات صفحة 41 مكعب حجمه 1000 سنتيمتر مكعب، فما طول حرفه. عندي ملاحظة، إذا نطانا بالسؤال الحجم رقم الحجم مال المكعب ويريد طول الحرف، شنو أسوي؟ أسوي جذر. ماشي زين. L فما طول حرفه، الطول يعني L. L يساوي إن أفتح جذر أقول ألف تكعيب يساوي إن 10. 10 من جتي من الألف، من جت الألف من 10 في 10 في 10 3 10، إذا هي 10 سنتيمتر. شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا طول، طول طول حرف المكعب. المكعب حاعطيكم ملاحظة تفيدكم، ملاحظة إذا أعطى أو رأينا بالسؤال حجم مكعب وأراد طول حرف، شو نسوي؟ نجذر، نسوي جذر تكعيبي. نجد أو نعمل يصير نجد شنو؟ جذر تكعيبي، جذر تكعيبي للحجم الذي يمثل شنية طول الحرف، طول حرفه. نعم، خلي أعدل أذكر. السؤال الثالث من صفحة 41، متوازي سطوح مستطيلة حجمه 48 سنتيمتر مكعب، فإذا كانت مساحته قاعدته 12، فما الارتفاع؟ نعم، عندنا حجم متوازي السطوح، فما ارتفاعه؟ زين، عندنا مطينا بالسؤال قاعدة مساحة، مساحة القاعدة، مساحة القاعدة شنو؟ مساحة القاعدة مال متوازي السطوح، إذا نتذكرها أول موضوع بالمتوازي السطوح إلى قانون، أقول حجم متوازي السطوح مساحة القاعدة في الارتفاع، مساحة القاعدة في الارتفاع. يعني شنو هسه هذا الحجي كله احوله الى احرف؟ حجم يعني V، نعم. مساحة القاعدة شو مساحة القاعدة؟ يعني الطول في العرض، L في W، يعني L هو طول، W يعني عرض، في الارتفاع يعني H. عرفت شلون؟ هسه ال V ايش منطيني؟ ايش قد منطيني الحجم؟ حجمه 48، اذا ال V هو حجم 48 يساوي ايش قد الطول؟ الطول ما عندي، هم عندي الارتفاع، فشنو اقول؟ اقول 12، اذا كانت مساحة قاعدتي هي 12، 12 هي القاعدة قلنا، القاعدة شنو هي؟ الطول
والعرض إذن هي 12. هذه عرفتوا هاي شنو؟ هاي مال هاي 12 في اتش يساوي الاتش اطلعه برا هذا حرف يساوي الارقام 1 48 على 12 اختصرهن شو قد يساوي لي 4 تقريبا 4 اذا شنو 4 هي اتش هي الارتفاع وشكرا.